كنت من أسبوعين في خطبة جمعة، فبعد ما خلصت الحمد لله أحد المسؤولين في المسجد بيقول لي: يا شيخ أحمد، أنت عارف عمي مات إزاي؟ عمه هو. قلت له: مات إزاي؟ قال لي: عمي كان نفسه يروح يحج، فأخد الجواز بتاعه وراح شركة الحج، إداهم الجواز وكمان الفلوس بتاعة الحج اللي هو هيطلع خلاص يحج، فلم يقدر الله له الحج، فقال للراجل: الجواز بتاعي معاك وكمان الفلوس زي ما هي معاك، وهطلع معاك السنة الجاية إصرار اللي هو يروح يحج. قال له: خلاص. جيت السنة الجاية برضو لم يقدر الله له الحج. الراجل زعل جدا، فالراجل بتاع شركة السياحة عايز يحلها له. قال له: طيب أنا هقول لك حاجة، بالفلوس اللي معايا اللي أنت كنت عايز تروح تحج بها دي، هتطلع أنت وزوجتك واتنين من ولادك تعملوا عمرة، تمام؟ قال له: خلاص ماشي. فطلع هو وزوجته واتنين من بناته، هو ما شاء الله كان عنده 7 بنات، وراحوا المدينة صلى واتبسط، وبعد كده راح مكة لأداء العمرة، طاف حول الكعبة الشوط الأول الثاني التالت، وهو في الرابع حس اللي هو تعبان، فبيقول لزوجته: أنا حاسس كده مش قادر أخد نفسي. قالت له: طيب تعالى كده، ها هجيب لك مية زمزم تشرب وإن شاء الله تبقى زي الفل. جابوا له مية زمزم، ثم صعدت روحه إلى الله. صعدت روحه إلى الله. خد بالكم يا شباب، مات بعد ما شرب مية زمزم، مات وهو بيطوف حول الكعبة بملابس الإحرام. عارف يعني إيه؟ يعني يبعث يوم القيامة ملبية لبيك اللهم لبيك، اللي احنا بنقول عليها كتير جدا: من عاش على شيء مات عليه. طيب اسمع دي بقى، اللي بيحكي لي عن عمه يقول لي ايه؟ قال لي: يا شيخ احمد، انت عارف المسجد اللي انت كنت بتخطب فيه بتاع مين؟ قلت له: بتاع مين؟ قال لي: بعد عمي ما مات وصلي عليه في الحرم ودفن في مكة، اولاده قالوا: لازم نعمل لابونا حاجة. طيب نعمل له ايه؟ اعملوا له المسجد اللي انت خطبت فيه النهاردة. عارف يعني ايه؟ يعني كل واحد هيصلي، هيقرأ قرآن، هيستغفر، هيعمل أي عمل صالح، هذا العمل الصالح سيصل إلى قبره إلى قيام الساعة. بعد ما هو حكى لي القصة الجميلة دي، والله يا شباب كأن في رسالة كده جات لي من ربنا سبحانه وتعالى، اللي انت اشتغل واتعب، صلح قلبك، صلح صلاتك، صلح عبادتك، صلح حالك مع الله، ودع رب العالمين يختار لك الموتة بتاعتك. هتموت فين؟ ومين اللي هيصلي عليك؟ ومين اللي هيدعي لك؟ ومين اللي هيترحم عليك؟ ومين اللي هيعمل لك صدقه جاريه بعد ما تموت؟ ومين اللي ربنا هيذكره بيك بعد ما تموت ويبقى هو ساجد ويقول له: يا رب اغفر له وارحمه واجعله من عبادك المرحومين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.